ركحنا روسيت اسكالوبتا وباش نعملوا الطاجين، وعندي لكم حاجه مخبيها. جبت لكم ماتريال حسيل وفخار، زمني على الاخر، هذايا قديمه اقدم مني. باهي دونك باش نحضروا توا البطاطا، هذوما لي زانغريديون نتاع الطاجين. دونك بطاطا، العظام، خذيت 4 كعبات عظام، والفخوماج نتاعنا للتاجين. دونك اول حاجه باش ننظفوا البطاطا نتاعنا، نقصوها دي كوب صغار ونحطو نقليوها. هو راهو الغاز بحذايا، نجم نقلي البطاطا هنا، اما البنة الكل في التطيب غادي في الحمشه نتاع الحطب. دونك باش نطيب فوق الحطب اللي حطيت فيه المردومه نتاع الاسكالوب، غسلان البطاطا مش كيما في الدار كيما في الجبل. على ذيك باش نقصها تروف صغار، من بعد نحطها هنا نغسلها نشللها ونهز نقليها في الزيت. نشلل البطاطا بتاعنا، نغسلوا بطاطتنا، نسقطروها بالكدا، ومن بعد نمشيو للحمشه وين حضرت غادي النار، ويني ما شاء الله جوها باهي. دونك البطاطا قسيتها مرها مريقله، توا باش ناخذ معون الحطب نحطوا الزيت ونتعدوا ديريكت للحطب. مادام الزيت نتاعنا سخن، نقصوا شويه معدنوس، نحضروا شويه معدنوس للتاجين. دونك الباز نتاع التاجين نتاعنا بطاطا معدنوس عظم وفخوماج موتزاريلا. ركحنا المعدنوس نتاعنا، وتوا باش نمشوا نشوفوا الزيت سخن، نورمالمون راهو سخن، باش نحطوا البطاطا.
جاوا به. نخليو البطاطا تتقلى ونرجعو نركحو ماتريالنا هنا. نظفو بلاصتنا ونحضرو لو فخوماج اللي باش نحطوه في الطاجين. دونك باش نعمل تخوا فخوماج وباش نعمل موتزاريلا عربي. موتزاريلا عربي نتاع مرياح. دونك ناخذ البلونش باش نقصو الموتزاريلا وديريكت نحضروها في الماعون نتاع الفارس. دونك خذيت الموتزاريلا سيريز نتاع مرياح اللي باش نحطها في الطاجين نتاعي. En attendant, type de la patate. Normalement, les ingrédients que tu as dans le hadrin, type de la patate, tu as un hadr de tagine ou un hotou, fouk la tab. Patate, j'ai eu des bêtes, je suis chargé. À la galbe, ma dix matériel, ma un des papiers, n'a jamais un chargé bien fils. On est chez un hadr de faire ce matin, ta tagine. حضرت الموتزاريلا سوريز نتاع مرياح باش نزيد العظام. باش نحط كعبتين عظام. المعدنوس. هذا الفارس نتاع التاجين. نفاح باش نحط شوية كليل وزعتر. ملح. وشوية فلفل أكحل. آخر حاجة باش نزيدها الفخوماج غابي. وتوا باش نخرج البطاطا نتاعي ونزيدها للفارس نتاع التاجين. باش نحط بابي هكاك تشرب لي الزيت. فما أستوس هذي نورمالمون يعرفوها جماعة الجبال اللي يمشيو يكامبيو ويطيبوا سورتو بالفخار. دونك الفخار نتاعنا مش باش نحطوا فيه الفارس ديريكت خاطر ينجم بالقوة نتاع النار يترجق لنا. دونك الأستوس باش ندهنوا الفخار من داخل الكل بالزيت هكاك ما عندنا حتى ريسك نتاع أنه الفخار يترجق. نزيدوا البطاطا العظام. حطيت كعبتين اما عينا ميزان نجم نزيد كيما نجم نخلي نفس الكونتيتي. دونك هذا الفارس نتاع التاجين جاوا به. نزيدوا عظمه
تري بيان. فارس امورهم يقلا. توا باش ناخذوا الطاجين الفخار وندهنوه بالزيت. دونك تدهن الفخار نتاعك بالزيت هكاك ما عادش عندك ريسك نتاع الفخار يترشك. دهنه باهيه من داخلك هاو من برا لا. هذا ماتريال زمني شكون وشكون يطيب به. باهي نحطو توا التاجين نتاعنا. نسيس روح في الدريساج. باش يجينا مريقل. الروسيت هذه مش باش تاخذ برشا وقت فوق النار على خاطر الفخار في ساعة يسخن ويطيب الماكلة ما شاء الله من فوق ومن لوطة من الشرتين، وهذيك الحاجة اللي تميز الفخار في التطييب. أكيد الجو باش يعطينا جو آخر، خاطر الجو نتاع الفخار حاجة أخرى. توا نغطيوها وهكا التاجين نتاعنا حضر. نمشي نحطوه في النار جو باهي ديجا مش باش ياخذ لنا برشا وقت نتاع 20 مينوت هكاكا ويكونوا لي بلا نتاعنا حاضرين. نتصور جو سكالوب من لوطه زاده جو باهي دوك نتاع 20 مينوت ان شاء الله ونحضروا طاولتنا. هكا نكونوا خرجنا لي بلان تاعنا. القعده حاسيلو الدوخ. اجا نوريكم التاجين اللي حضر. دونك هذا هي التاجين تاعنا. تصور برشا عبيد خرجوا في الويكاند يعملوا في دوره. نسمع في صوت موتورات كل واحد وغرامه. انا غرامي الحق نتاع ربي جبل على هذاك توا عامل بون كيف سورتو ماكلتي حضرت. هذا التاجين وتوا باش نشوف الريسيت نتاع الاسكالوب شنو عطات. بسم الله ما شاء الله. سخون على ذاك ما نجمش نمسها. اما نورمالمون جوها باهي باش نقصها. بربي تحية للأمن الوطني اللي أمن لي البلاصة واللي أعطاني لوتوريزاسيون باش نطيب، خاطر مش ساهل اليوم إنه أنت تشعل النار في الجبل وتدخل للغابة وتعمل ليزاكتيفيتي نتاعك. دونك على ذاك لازمنا نستحفظوا على جبولاتنا وغاباتنا. يعطيهم الصحة. تخي بيان. وآخر حاجة باش نزيد راس الثوم اللي طاب وجو باهي.
ونحطه بحذا الصحن نتاعنا. وهكا نكون كملت لكم الروسيت نتاع اليوم. واكيد قبل ما نغادروا البلاصه المزيانه هذيا لازم نستحفظوا على الغابه نتاعنا، نطفيوا النار، قانون من قوانين الغابه. هكاك نلقاو وين نمشيو، وين ندوروا، وين نطيبوا، وين نهزوا عائلاتنا وصغيراتنا يتفرهدوا في تونس المزيانه. علاش ليه؟